أنا لسه كنت بتكلم مع الدكتور عمرو في إنشاء الأبراج اللي أنت بتتكلم عليها، ال20,000 برج، مش كده؟ 20,000 برج في مصر عشان نعملهم، عشان نعمل خدمة متميزة لمواطنينا زي ما أنت قلت. بكام وإمتى؟ وبيقول لي في 10 سنين، وأنا بقول له في سنة. صحيح. طب إحنا هنعملهم في 10 سنين ولا في سنة؟ تفتكروا في السنة وهتشوفوا. فإحنا متحركين في ده. هو البنية المعلوماتية اللي بنعملها للدولة المصرية تفتكر هتكلفنا كام في مصر؟ أنا بقولها حتى المصريين يمكن ما يعرفوهاش. إحنا مش بنتكلم في 1.2 و3 و10، مش كده؟ أكتر بكتير. ده كان إحنا بنبني على اللي عندنا، طب منين بقى؟ فأنا عايز أقول إن إحنا متحركين، بس حط الوقت والظروف في الاعتبار، مش لمصر، لكل الدول الافريقيه. نرجع لاوبر والتشريعات. احنا اول ما استقبلنا اوبر وكان كريم معاه، وادينا لهم الفرصه ان هم يعملوا في مصر، وبعدين اوبر نجح، وده يسعدنا واحنا بنشجعه على النجاح اكتر. وانا ليا عندهم فكره، قلت لهم ما تحاولوا تخشوا في قطاع اخر غير النقل الافراد، وخشوا على النقل الجماعي. وقال لي الفكره دي هندرسها واحنا في امريكا. قال لي انت ليك حق براءة اختراع في الموضوع. طب احنا عايزين نشوف الكلام ده اوبر في مصر. على كل حال اقصد اقول ان حتى لو كان في تشريعات محتاجين ان احنا نتحرك فيها، احنا طبعا حريصين على النجاح والاستمرار والتطور.